انا عايز اقول لك ان يعني وليد ازارو بيمر بمرحله احنا كلنا مستغربين بصراحه، يعني مش هو ده وليد اللي احنا شفناه في اول سنه، الحيويه والنشاط والسرعه. حتى انا كمان يمكن كنت علقت قلت يمكن اللي ساعد وليد على كده وجود عبد الله السعيد، وبكررها مرات ومرات يعني. لان عبد الله من اللعيبه النضجه اللي بتلعب تحت الثلاث فراوده، فبيعرف يتعامل مع اللعيبه المميزين بشكل ده. وبعدين وجود قفشه كمان يمكن ساعد. خليني اقول لحضرتك ان المشكله ان هو برضو بيروح للجون. يعني لا انت بتروح للجون وبتوصل. اللي مطلوب من وليد بقى اللمسه الاخيره. يا كابتن هشام اللمسه الاخيره مين اللي اداها له؟ مش مهم بقى. انسى اللي اداها له اللمسه الاخيره. لا يعني ايه اللي مطلوب منه يا كابتن بشكل عام؟ هو اكيد شايف الموضوع وعارف وحاسس بالضغط اللي عليه، عشان كده احنا بنفتح الموضوع ده عشان ما يقولكش بس انتوا مش عارف. لا احنا بنفتح كل المواضيع، ما عندناش اي مشكله. ولكن وليد ازارو واحد من نجوم النادي الاهلي، وليد ازارو واحد من الناس اللي انا وجهه نظري النهارده بذل مجهود كبير جدا جدا النهارده في الملعب، ولكن هي اللمسه الاخيره دي. يعني عايزين نعرف بخبرتك الكبيره، وبعد كده نسال الكابتن حشيش والكابتن فتحي، يعمل ايه الفتره اللي جايه؟ يعني ازاي يشيل الضغط ده من عليه؟ هو واضح قوي ان العصبيه باينه قوي حتى في النهارده، حتى يمكن الكره الاخيره اللي هي الهجمه السادسه بالنسبه لنا في الدقيقه 89، الكروس العرضي اللي عملوا له علي معلول من كره مرتده سريعه، علي كمان صلحها له بشكل جميل، يعني حطها له في سكه الجول وضارب بيها المدافعين وضارب بيها حارس المرمى. مطلوب من راس الحربه وليد في الحته دي حته الثقه، حته الهدوء، مفيش عصبيه. الحاجات دي كلها محتاجه بس انك انت تسندها ببطن رجلك، بيسموها نص قوه كده، يعني مش محتاجه قوه قويه عشان حنيه يعني حط بس بطن رجلي كده احساس اكنك بتعمل باص ببطن القدم 10 متر 15 متر. لكن وليد واضح قوي ان العصبيه باينه قوي ان هو جاي من دافع. احنا عارفين يا كابتن. انا قصدي مطلوب منه بقى كهرباء زايده شويه، زي الكهرباء تلاقي كهربته زايده شويه. نمره واحد مستر فايلر رقم واحد. مستر فايلر ده دوره، هو عارف امكانيات اللعيبه اللي عنده. زي ما انت طورت رمضان صبحي وشفنا رمضان بشكل جديد مخالف جدا رمضان عن الفتره اللي فاتت، بيخش يجيب اهداف، بيساند، بيعمل اسيست، بيساعد زمايله. زي ما طورت حسين الشحات، ان حسين كان جاي على الضغوطات ديت، واخد بالك؟ وحسين بدا يتطور بشكل مميز يا كابتن فتحي حشيش. اجاييه كمان بدات تلعبه في مكان في منتهى الصعوبه، راس حربه، وبعدين بينزل يخلق لنفسه مساحه يخش فيها رمضان صبحي يقدر يحرز هدف، قفش يعمل له باص في العمق. فالتطوير ده رقم واحد يا اسلام. انا في رايي المدير الفني مستر فايلر مطلوب منه ان هو يجيب ازارو من خلال الاهداف اللي بيضيعها، اللي فيها عصبيه واضحه قوي، اللي فيها عدم تركيز، اللي فيها اندفاع، يبدا الحاجات ديت يسجلها عنده. وبعدين يبدا يجيب وليد ازارو تخصصي اللي هو اليوم الكامل اللي احنا بنتكلم عليه، اللي هي التدريبات الصباحيه، يعني ممكن يجي لوحده يعني بس في ظل هذا الضغط، ممكن ضغط المباريات يعني اقصد. يعني ما احنا عندنا كل ثلاث ايام ان شاء الله اعداد الذهني، بس ان انا اجيبه الاول اوريله الصوره، اقول له الشكل، اقول له المشهد، وبعد كده انزل على الملعب انا وهو ابدا اقول له الاماكن اللي محتاجه فيها ازاي العبها بنص قوه، الاماكن اللي محتاج فيها ان انا العبها بقوه، الاماكن اللي محتاج فيها ان انا اساعد. يعني تعيد له كل الالعاب، كل الالعاب اللي هو اخطا فيها، اللي هو اخطا فيها. بقى عليك اصل المشكله، يعني مش المشكله وليد من النجوم الكبيره داخل الملعب. المشكله انا في رايي المشكله بتاعت ازارو مش مشكله تدريب ولا مدرب، انا في رايي يعني ممكن يكون رايي صح او غلط. وليد ازارو اساسا اللي انك انت خد بالك ده دور المدير الفني. انا هقول لك على حاجه، يعني وليد ازارو ده هداف الفرقه السنه اللي فاتت واللي قبلها، يعني راجل يعني مش لسه في اختبار مع الجماهير، هنقول انه لسه الناس عنده رصيد عند الجماهير كويس من سنين فاتت. هو مشكلته ان حاليا هو فاقد الثقه في نفسه وفاقد الثقه مع الجماهير. هو احساسه ان الجمهور يعني
يعني ايوه في الحاله دي يحصل كابتن اسلام لازم هو نفسه هو نفسه يرجع نفسه. لا هو يعني انت متخيل يعني انت متخيل يا كابتن فتحي ان الراجل ما بيعملش تمرينات فرديه وما بيعملش تمرينات على المرمى مع كل لعيب؟ هو بيعمل يعني 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 الراجل بيعمل الكلام ده مش خد بالك الكلام ده نتيجها مش على طول. وكان بيعمل له الكلام ده كابتن ماهر قبل كده ازارو بيجيب اجوان ازارو كان بيجيب اجوان من حاجات اصعب وحاجات كذا وهيرجع يجيب تاني ان شاء الله بس الله. هو احنا بس عايزين الناس تبقى فاهمه ان اي لعيب بيمر بمرحله وزي ما تفضلت قلت برضو تكمله للكلام عشان برضو تبقى نقفل الموضوع ده. ازارو فعلا محتاج نجيب له مثلا يتفرج الاول نجيب له الراجل يقطع له الحتت يعني. الحتت اللي هو اخطا فيها تمام وبعدين اجيب له مجموعه كور هو جاب واحط له في الموقف تاني اللي هو اخطا فيه واحطها له واسيب له حتى في الاول ممكن الجول يبقى فاضي خالص. هو كابتن لا بس يا كابتن فتحي خليني اقول لحضرتك ان هو مثلا في المباراه السابقه جاب جون زي ده ايوه زي ده بالظبط اللي اتلعبت له بالعرض وحطها كده في مباراه الاتحاد اعتقد الاتحاد لعبها له محمد هاني وهو نزل عملها كده بالظبط صعبه قوي من بعيد بس هي دي انا هعيدها له وهيفضل انك بتعمل له التدريبات دي عشان دي مؤثره على الجهاز العصبي الصبح في تدريب الصبح ولا تدريب بعد الظهر. هو يعمل ايه يا كابتن؟ ما انا هقول لك ما انا هقول لك ليه هقول لك ليه الصبح ما انا هقول لك الصبح ليه لا بتفرق ان انا اتمرن الصبح غير بعد الظهر. الصبح لانك نايم فالنايم فالجهاز العصبي مستريح كلية فجاي فايق غير لما بيكون التمرين بعد الظهر ومرنته الصبح فالجهاز العصبي مستهلك. لكن لما هتمرنه الصبح في الحاجات دي هتنجح. الحاجات دي احنا نجحنا فيها طبعا مع لعيبه كبار بدون ذكر اسماء في خصوصا المهاجمين في منطقه الجزاء امتى تكون هادي امتى تكون لان كهربته عاليه في يعني في صربعه في عايز يجيب جون بسرعه عايز يعمل حاجه يبسط الجمهور عايز يراضيكم مش عارف. فاحنا هنقول له ازاي مهما كبر اللعبة يا كابتن حجيش بتجي له فتره انه الحته دي بتضيع منه فكابتن اسلام بيقول لك ازاي بقى ترجعه فهو مش هيرجع وهيرجع طالما هي كانت عنده سهل انك انت مش هتعلمه. لعيب جامد قوي بصراحه يعني انت يعني هو بيتواجد في المكان لازم هو كابتن اسلام يرجع نفسه. ايوه لازم يا كابتن فتحي يعني انا بعض نساعده. انا لما اجيب لعيب كبير راس حربه النادي الاهلي وابتدي اقول له لما اجي لك كده اعمل كده دي يعني لا انا شايفه كده يا كابتن مقبوله بس هو زي ما حضرتك قلت يعني لو ضمنا كلام على بعضه يبقى اذا يجب ان يكون هناك يعني مجهود من المدير الفني وايضا مجهود من عايز اقول لك حتى انا كابتن فتحي علميا انا ممكن كمان اشوف دكتور نفساني خد بالك ممكن عارف ان محمد صلاح بالظبط واشوف خليني اقول لحضراتكم ان يورجن كلوب قال ان محمد صلاح هيقعد مع بمناسبه الطبيب النفسي يعني هيقعد مع طبيب نفسي لمده 3 جلسات هتبدا الجلسه من هتبدا الجلسه امبارح او النهارده والله ما انا فاكر يعني انا قريت التصريح ده امبارح فبالتالي مقبول جدا ان يبقى عندك نجم كبير زي وليد ازارو ومحتاج ان هو مسنده بطريقه معينه كره معنده يعني معنده ليه هل هو اللي معنيتها ولا عنده الاسلوب اتواجد في المكان اللي يجيب منه جول اصعب حاجه على المهاجم بالظبط كده هي دي النقطه تحطه في الحته دي طب خلاص بقى خلاص احنا كده تاكدنا ان ده مهاجم كبير جدا مش محتاجين نتاكد ولكن انا اقصد اقول لك بيجي لك فرص انت بتجيبها كنت بتجيبها جوان وبالتالي خلاص انت بتخلق لنفسك الاماكن الصح كاي مهاجم او كاي راس حربه وبالتالي هو اللي ناقص ايه بقى ان انت تشيل الضغط من عليك بالظبط فهي اللمسه الاخيره دي مهمه ساعات بتضيع منك كابتن لاسباب فانت مش بحمرنه عليها انا بس هكرر على التكرار على مشطار فانت عيدها تاني عيدها تاني خد ثقه اعملها تاني طب يلا هتحس اللعبه اوتوماتيك معاه طالما رجعته لحته الاوتوماتيك بتاعته دي خلاص هتلاقيه الموضوع هيتقل. طيب اخيرا يا كابتن ماهر لو محتاجين